سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا وألف مرحبا بكم من جديد مع طريق في القناة ديالكم ديال أفائل. أفائل كتعني أشا فونت لوكاسيون، بما معناه بيع وشراء وكراء العقارات. مرحبا بكم في هذه القناة اللي مختصة مجال فقط في مجال العقار. اليوم جبت لكم واحد الشقة كما كتشوفوا معايا من النظرة الأولى راها بالفراش. إذن اليوم العقار اللي جايب لكم راه كيتباع بالفراش ديالو كامل، نتوما غادي تشوفوا الا واحد بيت النعاس فقط هو الشيء الوحيد اللي غادي يبقى في هذا العقار، ما غاديش يخرج مع العقار. شقه اللي متوله، كل حاجه محطوطه في البليصه ديالها وكل شيء مازال جديد. علاش؟ لان ماليها ما كيستعملوش العقار ديالهم، ما تيقطنوش هنا واضطروا انهم يبيعوا العقار ديالهم. كنقول لكم مرحبا بكم من جديد والف مرحبا. وتنتوما اعزائي المشاهدين، كان عندك شي عقار بغيتي تطرحوا للبيع، فانا راهن الخدمه معكم طريق، فانا راهن الخدمه من اجل اخذ مغامره جديده ومن اجل تصوير عقار جديد من اجل والبيع والعمل على البيع ديالو كيف ما كان. كانت شقه وارض وفيرما، فانا راهن الخدمه. اذا غادي نبداو الامور من الاول ديالها كما جرت العاده باش تعرفوا معايا الفصله ديال هذا العقار. اذا بقوا معايا اعزائي المشاهدين. إذن سيداتي سادتي، باش نعرفوا الفصالة ديال هاد العقار كي جات، عندي الباب الرئيسي ولا المدخل الرئيسي ديال الشقة هو هذا اللي قدامي، وكل طبق في هاد العمارة هادي اللي كنتواجد فيها حاليا فيها فقط جوج ديال الشقة، كاينة هادي وجار واحد. أما بالنسبة للباقي ديال الفصالة ديال هاد العقار، فاش كنديرو الباب ولا كندخلو من العقار، أحسن فصالة اللي كتعجبنا ديما هي المطبخ يكون في المدخل ديال الشقة ولا في المدخل ديال العقار كيف ما كان. علاش كنحبد أنا هذه المسألة هذه؟ لأن مثلا الإنسان عنده تقضية وداخل بالتقضية، ما كيضطرش أنه كيتسارى في الدار كلها، مثلا حتى الراس ديال الدار باش يجيب بوطة ولا يدخل الحليب، ولا كان عنده مثلا ضيوف غادي يعرفوا حتى شنو عنده ولا الوجبة اللي راه كيصاوب مثلا لذاك النهار. إذن هذا هو المطبخ، جا عندنا في المدخل ديال العقار. كما قلت الشقة ديالي ديال اليوم راه كتباع جاهزة، بما معناه مثلا عندنا مثلا هاد الثلاجة هادي، مثلا هاد لي بلاكار، الماكينة ديال الصابون، الكونجيلاتور اللي عندنا، كلشي راه كيتباع في هاد العقار. فيها مثلا البوطة ديالها، خمسة ديال الأفواه ديالها ها هما. وبالنسبة للشرجم عندي إطلالة اللي هي جميلة من ناحية ديال الصالون والسيجون. فيزافي ما كاينش، وغادي نوريه لكم دابا باش غادي تكتشفوه. كان العقار اللي عندي اليوم كيتواجد بالضبط بمدينة مكناس، ومن مدينة مكناس ألقي عليكم التحية والسلام في جميع المدن المغربية أينما كنتم. كنلقي التحية والسلام كذلك على الناس اللي كيشاهدوني من خارج المغرب، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم في القناة ديالكم ديال افائل. كنحاول ما امكن اني نعرض عليكم باقة من العروض اللي كتكون مختلفة. كاين شقق اللي هي صغيرة، وكذلك شقق اللي هي كبيرة، وكذلك بعض النوات كيكونوا فيلات. عندنا هنا كاين واحد الفاسك ديال ريسبسيون ولا لافابو بالبلاكارات ديالو، عندنا حمام ولا طواليت، هذه فقط الأولى، عندنا الحمام هنايا. في لافابو ديالو حمام اللي هو كبير، كاين الجهة المقابلة كاين هنا بيدي، وكاين هنا البنوار، شيء اللي مبقيناش كنلقاو في الشقق الحديثة. إذا هنا حمام اللي هو بمساحة اللي هي كبيرة، على ديك المساحة عندنا في هاد العقار ديال اليوم مساحة ديال 131 متر مربع في الأوراق. إذا إلا حسبنا مساحة إجمالية فلربما نكونو كنهضرو على مساحة ديال 140 متر مربع. بالنسبة للأثاث كتشاهدو معايا حاليا شنو عندنا من الأثاث اللي غادي يمشي وهاد العقار، صالونات اللي مفرشين كاملين، صالون سيجور، عندنا واحد صالة مونجي، ونزيدو هنا بالكون في لانستالاسيون ديالو ديال الكليماتيزر. واللي زوين هي الواجهة، ما عنديش الفيزافي من هاد الناحية، هادي عندي واجهة لي هي طويلة، ما عنديش شي حاجة اللي غادي تحجب لي الرؤية، اللي غادي تحجب لي الشمس، لاسيما انها كتواجد على جوج ديال الواجهات، واجهة شرقية وواجهة جنوبية. إذا أعزائي المشاهدين، بالنسبة لهذا العقار هذا الثمن ديالو بزاف الناس راه كيبحثوا
باغيين يسمعوا الثمن في الاول. الثمن ديال هذا العقار هو 770 الف درهم وكيتباع بالكومبلي بالاتات ديالو ما عدا فقط ان غرفه الوالدين ولا غرفه النوم. دابا غادي ندخلو باش غادي نشوفو الغرف. والحاجة اللي تالت الانتباه ديالي وانا كنصور هاد العقار هي ان الغرف جاو مجموعين فواحد البلاصة كما هو الشيء بالنسبة للمطبخ. المطبخ فاش كندخلو كنلقاو في الدخل ديال الباب ما جاوش قدام مثلا الصالون او السيجور. اذا الا كانوا عندك مثلا كما قلت ضيوف ديما كنهضر على ديك القضية ديال الخصوصية، لا سيما في العقارات اللي كنحاول التصوير ديالهم كنقلب دائما على الشيء اللي كتكون فيه داك الخصوصية. مثلا هنا الغرف جايين في واحد البلاصة اللي هي معزولة، الغرفة ديالنا كبيرة كتجلى فيها المساحة اللي ذكرت ديال 131 أو 140 كمساحة إجمالية. بالنسبة للنوافذ ديال العقار كلهم كيطلعوا على برا، ما عندناش شي نافذة كطل مثلا على وسط ديال العمارة، وهذا الشيء اللي ولاو كينتبهوا ليه بزاف ديال الناس ولاو كيطلبوه مني. إذن هذه هي الفرصة، وكما قلت هذا العقار فقط هذه الغرفة هذه اللي ما غاديش يتباع فيها مثلا بتنعس ديالها. اما بالنسبه لباقي الغرف اللي غادي نشوفو فهما غادي يمشيو بالاثاث ديالهم. عندي هنايا غرفه، غرفه ديال الوليدات، بالنسبه للحي فين كانت تواجد اليوم كانت تواجد فيكم كانت تواجد بكم بالضبط بحي قرطبه، واحد من الاحياء اللي هي راقيه بمدينة مكناس. ونزيدكم ما بين قوسين هي بالنسبه لهذا الحي ديال قرطبه راه كيتساق قدامه واحد من اكبر الشوارع اللي غادي تعرفوا مدينه مكناس، هو الشارع اللي كان كيحمل الاسم ديال افينو الزيتون ولا شارع الزيتون، واليوم ولا كيحمل الاسم ديال فريد الانصاري. عندنا هنا غرفه اخرى، وهذا الشيء كامل كما قلت راه غادي يمشي مع هذا العقار. اما بالنسبه للطابق، الطابق اللي عندي اليوم هو الطابق الرابع، الطابق اللي كيتباع فيه هذا العقار هو الطابق الرابع بمدينه مكناس بحي قرطبه باحدى العمارات السكنيه اللي كلها عامره كلها مسكونه. سيداتي سادتي وصلت للختام ديال العرض، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فما علينا الاتصال او التواصل في الارقام اللي كاتبه لكم اسفل الفيديو، وانا رهن الاشاره ورهن الخدمه من اجل زياره فعليه ولا زياره ميدانيه لهذا العقار. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله الكريم الرحيم مع طارق في قناتكم افيل.